وطلبات هنا من طلاب الاكاديميات الخاصه والدورات التدريبيه في التمريض وكده. تمام، حضرتك احنا كنا سجلنا قبل كده في الوزاره عشان الاسماء تنزل نخش اختبارات وكده. تمام، في اسماء مننا سقطت من على النت وما نزلتش في الكشوفات هناك في الباب، في اسماء مننا ما نزلتش اصلا على النت ولا نزلت في الكشوفات. احنا دلوقتي بنطالب ان احنا نخش اختبارات زينا زي اي طالب وطالبه، حقنا زينا زيهم. ولما بنتكلم على الوزاره حددت معانا اليوم النهارده وحددت معانا المجموعه الثانيه يوم الاربعاء. تمام، انا دي لما جينا النهارده الامن هناك على بوابه وزاره الصحه والسكان دلوقتي قال لنا الامن، قال لنا بنفس النص كده ان وزير الصحه قال انا مش هبص لاي حد، لما اخلص الرعايه ابقى ابص، لو احتاجناكم احتاجناكم ما احتاجناكمش خلاص. انا جيت الاول يوم الاربعاء اللي فات كنت بقدمه شكوى للاستاذ وزير الصحه، فدخلت بالادب وبالذوق عشان اخد القرار بقى ان انا اعرف ان انا همتحن او لا زي زمايلي، وانا دفعه 2010 زمايلي كلهم دخلوا. فاول ما دخلت اداني قرار بعدم الموافقه والقرار اهوت معايا، بس احنا نزلنا ورحنا على مجلس الوزراء انا وزمايلي وعملنا شكوى باسامينا كلنا، خدنا قرار النهارده بعدم بان احنا موافقين علينا ان احنا نمتحن ونخش اختبارات زينا زي زمايلنا. ايه قالوا لنا ان فيها جماعه من زمايلكم قدموا في المعهد الفني الصحي، فجينا نقدم قالوا لنا ان مفيش تقديم والكلام ده ما حصلش ومش عارف ايه. المهم ان احنا عملنا مظاهره وفضلنا هنا واقفين ولحد ما رحنا رئاسه الوزراء. جينا يوم الاربعاء قبل كده، الاربعاء اللي فات حصل ايه؟ نفس الكلام بس ما كانش بالكم ده. والله ما صورنا ولا واحد. طلع تاني بالراحه بالراحه. تفاصيل احنا فوق ناخده منهم الموافقه، القرار اللي احنا جايبينه بالموافقه قالوا لنا احنا مش هناخده منكم الاهتمام ولا هناخده منكم اي حاجه.